شكرا مدام غادة. الحاجة الباهية هي اللي كونوا معناها عندنا حتى من السيدة شكون تعامل مع محضنة المؤسسات الفلاحية اللي هو أحمد القرقني وتحصل على جائزة معناها وطنية يظهرلي جائزة وطنية معناها دانيال مو وقعد إن شاء الله الانتساب بتاعه معناها صار ووصل جائزة الأولى في سوق التنمية. المشروع نتاعو راه فكره خارقه العاده وهكا هكا علاش خذايا الجائزه وكذا وكل شيء. المشروع نتاعهم هو فم بير اللي مو صالح للاستعمال الفلاحي، هو جايب بخبرته وتعليمه وكذا وكل شيء وباش يربي سبيرولين. سبيرولين هذه الك اللي فيها ميزات غذائيه كبيره ياسر ياسر، وماده اللي هي قابله للترويج وقابله للتصدير وحتى السوم تاعها غالي برشا، اللي هو نوع من الالك اللي يستعملوه خاصه الجماعه تاع الاستيتيك والجماعه تاع اللي ما تحبش تخشن والجماعه اللي حاجه كبيره برشا. هذه من الافكار المجدده ومعناها من الاخيين اللي موجودين هوني في الصياده. تو باش نمروا مدام حليمه صياح، هي ممثله عن اداره التنميه الجهويه بالمستير. مرحبا بك مدام. صباح الخير الناس الكل، مرحبا بكم. انا حليمه صياح ممثله عن اداره التنميه بالمستير، اصيل في مدينه بوحجر، معناها انا بنت المعتمديه. جوست مش باش نطول عليكم ياسر، نقدم لكم ادارتنا، إدارة التنمية الجهوية بالمنستير تبين وزارة التنمية والتعاون الدولي. من مهام إدارة التنمية الجهوية بالمنستير احنا نقوم بإعداد المخططات التنموية ونتبع جميع مراحلها من الإعداد إلى جميع المراحل الذي يمر بها المخطط التنموي. وسي أسامة اللي هو حاضر على إعداد المخطط ويحضر معنا في كل مراحله المخطط التنموي 2016-2020، وهو يدافع على جهة المعتمدية لمدة صيدة بوحجر بطريقة شرسة جدا. أنا شفته وحضر معنا في مراحل إعداد المخطط الكل. بالنسبة للمهام اللي تقوم بها إدارة التنمية في مجال الاستثمار الخاص، تتولى الإدارة جمع المعطيات حول مناخ الاستثمار بالجهات والترويج للحوافز والظروف الانتصاب المشاريع. نقوم بفضاءات خدمات مساندة للكفاءات، توظيف الدراسات القطاعية الوطنية لتشخيص المجالات الواعدة والجهوية والفرص الكاملة للاستثمار بالجهات. قمنا بديفورام ندوات الاستثمار الخاص، عنا ديكرونو بورتا حطينا لزافيش عنا غادي، إنجاز مراسلات دراسات اقتصادية واجتماعية لضبط مكامن الاستثمار الواعد بمناطق تشجيع التنمية الجهوية. تقوم الإدارة بمساهمة بالعمل التشاركي مع هيكل المساندة وخيان الكل في ولاية المنستير في مساندة وتنظيم تظاهرات جهوية لحفز الاستثمار الخاص وشراكة الأعمال وبعض المؤسسات ومتابعة نتائجها. وإحنا هنا اليوم جيناكم من إداراتنا لمساندتكم لتوجيهكم لتذليل الصعوبات اللي هي تلقوها انتوما في بعض مشاريعكم الخاصة من حامي الشهائد العليا وغير ودون ذلك. ومرحبا بكم، واحنا اليوم باش نسمعوكم وان شاء الله تلقوا منا المساندة والدعم، وشكرا. شكرا مدام حليمة. احنا اصرينا لكون إدارة جهوية للتنمية تكون موجودة اليوم بحذنا. علاش؟ على خاطر إدارة جهوية للتنمية هي اللي تخلي الفضاء التنموي بتاع المنطقة بروبيس لإحداث المشاريع أو لا. معناها مهم ياسر باش تبدأ الإدارة الجهوية للتنمية وتعرف لكونه في المنطقة بتاعنا فما شباب معناها قادر على إنجاز المشاريع. وبالحق معناها كما كانت تقول مدام حليمة، إذا كان احنا ما ندافعوش على المناطق بتاعنا راهو حتى حد ما هوش يدافع علينا. بالنسبة لنا حقنا في التنميه في المعتمديه والا في الحوض، خاطر توا ولايه المستير تقسمت الى ثلاثه احواض تقريب نتاع التنميه. احنا موجوده معنا قصر صيدله بوحجر، قصر هلال، مكنين، طبلبه
والبقالطه. هكا يظهر لي مدى. وتوا المخطط التنموي اللي هو بتاع 5 سنين وقدام، كلكو سوا كياسات والا بحر والا تنظيف والا اناس والا مناطق صناعيه مناطق حرفيه، توا قاعد معناها في طور الانجاز. وكملت تقريب المرحله في مستير ومش تطلع لتونس باش زيد ندافعوا على الحظوظ نتاعنا على صعيد وطني. الان باش نمروا لهياكل التمويل. نبداو بسي سامي، سي سامي البحوري ممثل على البنك التونسي للتضامن بي تي اس. مرحبا بك سي سامي، تفضل. مرحبا باللقاءين، نشكر الضيوف الكرام، نشكر الهياكل المساعده اللي معناها جاوا بحذانا. بون فيما يخص زاد نشكر الجي سي اي اللي بيان سور عملت التظاهر اللي هي مؤكد انه مش تعطي الاضافه. بيان سور معناها تظاهرات كيما هكا نلقاو المعلومه نوفروا المعلومه احنا باش تعاوننا على اخذ القرار. بون فيما يخص معناها البنك التونسي للتضامن نتصور معناها غني على التعريف، معناها مؤسسه بنكيه تمول المشاريع الصغرى وتشجع على الخلق والابداع والابتكار وبعض المشاريع الصغرى. بون ما نحبش نحكي برشا على التفاصيل وخيال معناها نحكيو برشا على التفاصيل. دونك نوصلوا معناها كسعه تمويل 150,000 دينار. القطاعات الكل نمشيو فيهم في المولو فيهم الخدمات والمهن الصغرى والفلاحة والصناعات التقليدية الكل نمشيو في التمويل بتاعها. كما قلت لكم معناها سقف التمويل 150,000 دينار بغض النظر عن مستوى التعليم. مش معناها بغض النظر عن مستوى التعليم، مش انه معناها يكون معناها نيفو سوبيريور وما عندوش تعليم عالي معناها نفس ناخذوا معناها الخيارات هما نفسهم. لا بيان سور مستوى التعليم عنده ميزة، مي حتى ما عندوش مستوى تعليمي عالي ينجم يتمتع معناها بالاجراءات الكل. معناها 150,000 دينار ينجم يتمتع بها معناها عنده مستوى عالي كيما ما عندوش مستوى عالي. ديما ناكدوا على فكره المشروع، ديما اولويه مطلقه لفكره المشروع هي الا تخلي معناها مؤسسه التمويل انه تمول المشروع نتاعو. بيان سور كي دي فكره مشروع دي جديه البعث، يكون معناها باعث المشروع يكون متمكن من الميدان اللي باش يبعث فيه مشروع ويكون على دراية بالسوق وعلى دراية معناها بالانفيرونمون معناها الستير نتاع البروجي نتاعو اللي تخليه ينجح في مشروعه على خاطر السوق ما ترحمش. معناها منافسة والسوق وكذا معناها لازم يكون انسان اذا باش يبعث مشروع يكون على دراية اللي تخليه انه ينجح في مشروعه ويتمكن. دونك فيما يخص كما قلت لكم بي تي اس اجراءات بسيطة جدا فيما يخص معناها تمويل المشاريع. وبرشا ناس يظنوا انه التمويل بتاع المشروع هي اصعب مرحله، قولوا له لا راهو اصعب مرحله هي الدراسه بتاع المشروع والتمويل. فيما يخص التمويل كي تكون معناها الفكره معناها تكون جديه وتعطي الاضافه وتنجح وكذلك معناها بعد المشروع يكون متمكن، ما فماش علاش البنك ما يمولش المشروع نتاعو. معناها الفكره المشروع جديد بها هي اللي تفرض روحها باش البنك تمول لكن المشروع هذاك. كما قلت لكم ما نحبوش نحكيو على التفاصيل، نستناو في اسئلتكم انتم باش تسالونا واحنا نوفروا لكم المعلومه. دونك بي تي اس مستير وربعها بجنب قصر العلوم. فيما يخص الهاتف 73 467 680 معناها في مرحبا بكم في كل وقت، نجم تجيو نوفروا لكم المعلومه واي حاجه معناها تحبوا تطلعوا عليها نوفروها لكم واحنا نستناو في الاسئله بتاعكم ومرحبا بكم. بارك الله فيك سي سامي. الحاجه اللي ناكد عليها على كونه البنك التونسي للتضامن ولا يعطي الكريدي من غير تمويل ذاتي، معناها فما منشور هبط اما من بعد نجموا تسالوا عليها معناها الحكايه هذه. التمويل الذاتي معناها تنجم تعمل مشروع بصفر مليم من عندك انت، كيفاش؟ هذا اللي لازمنا نسالوا عليه. باش نمشيو ولا باش نمروا سامحوني للمداخلة معناها أخيرا وليس آخرا كما نقولها، وخلينا لي بلو امبورتون بالنسبة لكم في الأخر. ونعرف كونه الهاجس نتاعكم وهي كيفية تمويل المشاريع. تمويل المشاريع راهي مربوطة بحاجات أخرى تكوينية إلى آخره. هذايا اللي باش نحبوا من بعد في التفاعل بعد البوسكافيه اللي هي جست معناها بعد المداخله الاخيره اللي باش يكون
المداخل نتاعها. سي وجدي شنيتي رئيس فرع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه بالمستير، مرحبا بك سي وجدي. السلام عليكم. دونك بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه هو بنك يقوم بتمويل المشاريع على كل الاستثمارات الجمعيه نتاعها تتراوح ما بين 100,000 دينار و 10,000,000 دينار. البنك يقوم بتمويل القطعة الكل الكل باستثناء البعث العقاري الموجه للسكنة والمشاريع السياحية. البنك يمول مكونات القرض الكل من اقتناء الأرض للبناءات، تهيئة مصاريف تهيئة، اقتناء تجهيزات معدات، المعدات الإعلامية المكتبية. دونك براتيكمون لي كومبوزون تاع لي بروجي الكل مولوه. ما عندناش اون اكزيجونس بارتيكولير بارابور للنيفو داسوكسيون، معناتها ما نطلبوش شهادة علمية من باع المشروع. دونك نمولو المشاريع اللي يكونوا الباع فيه نتاعها كيك سوا اصحاب شهادات عليا ولا ما يكونش حامل شهادة. دونك ما عندناش شرط بالنسبة للمولي هذا. La particularité de la banque par rapport aux autres banques, c'est qu'on n'exige pas de garantie externe au projet. La garantie interne, c'est le projet. Le projet est le projet. La banque a pris une garantie. Je dis au Bert, pour nous offrir une garantie externe au projet, mais je ne sais pas. Quand il fait le tamouil, بالناحية على الشكل هذا اللي هو نطلبوا تمويل ذاتي من الباعث، معناتها هما باش يكون تمويل ذاتي في حدود 35% من القيمة الجملية نتاع المشروع، وال 65% الباقيين هما باش يكونوا القرض البنكي. بالنسبة للمشاريع الكلفة نتاعها تتجاوز 100,000 دينار، جينيرالمون بالنسبة للباعث الجديد نتاع المشروع، جينيرالمون تعوزوا الإمكانيات باش يوفروا 35% هذوما اللي نحكي عليهم. في الإطار هذا جات الدولة وضعت آليات وبرامج وصناديق لدعم الأموال الذاتية تاع الباعث باش تدعم ال 35% هذوما. دونك ثم عندنا دي فون اللي هما كيما لو فو برودي اللي هو ان فون هو اللي ينجموا يتبطعوا به لي زاكتيفيتي اندستريي و لي زاكتيفيتي دو سيرفيس ليي على الاندستري، اللي هو يساهم ما قيمته 60% من 35% اللي نحكي عليهم باش نبسطوا شويه على كو دو بروجي اللي هو 100,000 دينار. قلنا تمويل ذاتي في حدود 35,000 دينار وقرض بنكي في حدود 65,000 دينار. ال 35,000 دينار هذوما لو فو برودي المساهمه نتاعو توصل حتى ال 60% من 35 مليون، دونك ليكيفالون تاع 21 مليون. دونك الباعث باش يكون لازم يوفر ال 14 مليون هذوما الباقيين، إذا كان ينجم يوفرهم فبها، سينو يوفرهم بعيد الشركاء نتاعو، ولا سينو ثما عندنا دي فون كيما الانسداب 2 اللي هو ينجم ياخو عليه ان بري بارتيسيباتيف باش ينجم يوفر ال 14 مليون هذوما. بالنسبة ل 65 مليون القرض البنكي، التسديد نتاعهم مدة تاع التسديد تتراوح ما بين عامين و 10 سنين. لو تو دو انتيغي باش يكون يتراوح ما بين 7 و 9 سنين، انتي و ديوري دو رومبوسمون تاع الكريدي، مش كيما باش ترجع على 5 سنين كيما باش ترجع على 10. فوالا، هذه لمحة صغيرة على البنكة. دونك نعطيكم أكثر تفاصيل في إطار الإجابة على شكرا. بارك الله فيك. توا كما قلت لكم مفات المداخلات الكل، نمروا توا نعملوا اون بيت بوست كافيه اللي موجوده جوست في الكولوار لهنا نتاع 15 دقيقه، ومن بعديك نرجعوا للتساؤلات. نمروا للبوست كافيه، تفضلوا.